صناعة الورق اختراع صيني نقله العرب إلى أوروبا. مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. قبل ما يقرب من 2000 عام وتحديدا عام 105 ميلاديا، اخترع مسؤول في القصر الملكي بالصين يدعى تسايلون الورق، إذ قام بخلط الألياف النباتية مع الماء وهرسها ثم تركها لتجف في الشمس ليصنع بذلك الورق. وعلى مدار أكثر من 6 قرون احتفظت الصين بصناعة الورق كسر من أسرار الدولة، إلى أن نشبت معركة نهر طلاس بين الجيش الصيني وجيش الدولة العباسية عام 751 ميلادياً. ففي هذه المعركة انتصر الجيش العباسي وأسر عددا كبيرا من الصينيين، كان بينهم صناع ورق مهرة كشفوا عن أسرار صناعة الورق بالمدن التي نقلوا إليها، وبعد ذلك انتشرت الصناعة وتطورت بشكل ملحوظ. ففي منتصف القرن 8 الميلادي ساهم هؤلاء الأسرى في إنشاء أول معامل لإنتاج الورق في سمرقند، وبعدها بفترة قصيرة انتقلت صناعة الورق إلى خراسان، وفي عام 794 أنشئ أول مصنع للورق في بلاد العرب ببغداد، كما استخدم العرب الطواحين التي تعمل بالطاقة المائية وأيضا الكتان والقنب لإنتاج ورق عالي الجودة. ومن هنا تزايدت أهمية الورق، إذ تم من خلاله تسجيل الاكتشافات العلمية التي ساهمت في الارتقاء بعلم الطب والفلك والرياضيات والأدب. وفي ذلك الوقت كانت الكتابة أمرا نادرا في أوروبا، نظرا لارتفاع أسعار جلود الحيوانات التي كانت تستخدم هناك للتدوين، ما هدد بضياع التراث الأوروبي. فوفقا للمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، لولا العرب الذين نقلوا صناعة الورق إلى أوروبا لضاعت معظم المؤلفات الأوروبية، فكيف انتقلت صناعة الورق إلى أوروبا؟ في القرن 11 وصل الورق إلى أوروبا مع تواجد العرب في إسبانيا وصقلية، ومن هناك انتقلت الصناعة إلى باقي أنحاء أوروبا بعد أن أدرك العلماء والقضاة والتجار مزايا الكتابة على الورق مقارنة بجلود الحيوانات. ففي عام 1264 بدأت بلدة فابريانو الإيطالية إنتاج الورق باستخدام ألياف القطن، ثم أدخلت فيما بعد معدات جديدة مثل العجلات المائية والمطارق. وفي عام 1348 أنشئ أول مصنع للورق الأوروبي في مدينة تروى الفرنسية، إلا أن التوسع الحقيقي في إنتاج الورق كان بعد اختراع آلة الطباعة على يد الألماني يوهانس غوتنبرغ عام 1450. وبالرغم من أهمية تصنيع الورق، إلا أن هناك انتقادات كثيرة لهذه الصناعة، فتصنيع الورق يستهلك الكثير من المياه والطاقة ويؤدي إلى قطع أشجار الغابات. فهل تعلم أن تصنيع الورقة الواحدة يتطلب ما بين 2 إلى 13 لترا من المياه؟ وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض الطلب على الورق مع ظهور الحواسيب والكتب الإلكترونية، إلا أن الطلب على الورق زاد بفضل استخداماته المتعددة كبديل للبلاستيك، مما أدى إلى زيادة الإنتاج. فبحسب موقع ستاتيستا، بلغ الاستهلاك العالمي من الورق والكرتون حوالي 414 مليون طن متري في عام 2022، بينما تجاوز إجمالي الإنتاج العالمي من الورق 417 مليون طن متري في عام 2021. كان النصيب الأكبر فيه للصين بحوالي 128 مليون طن متري، ثم الولايات المتحدة بنحو 65 مليون طن متري.